هذه إذا عديتها من أول مرة لك $1,000، $1,000 تجيك بحسابك اليوم. السلام عليكم، اليوم جايكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع خاص باليوم الوطني واليوم يعز. اهلا وسهلا. يا اهلا يا اهلا، اهلا وسهلا. نور ام الماب. نورك. اول مره ادخل مع عزه. ماب هم صممه، يعني تصميم عربي، واللي قاعد يلعب كيف كيف رتب الجمله. اللي مسوي الماب قاعد يلعب معي، فهذه اول مره تصير وان شاء الله مو باخر مره باذن الله. طبعا الكود راح يكون في الديسكربشن اللي يبغى يلعب الماب. ومثل ما تشوفون هنا اليوم الوطني 93، هنا سيفين نخله، سيفين نخله ستايل كله اخضر وابيض. انا مطقم من السعوديه يعني، وقيمه لا مو 8/10 يعني، هذا الموجود شباب. ايش رايك نلعب على طول كذا ولا يلا روح؟ تبيها تحدي ولا قدام؟ شوف $93 اذا فزت علي، ايش رايك؟ 93 93. دقيقه انت اللي بتتحداني، المفروض العكس. انا بتحداك، حتى لو ما بك انا بتحداك. كنت مسوي وتعرف كيف تعدي مراحل. تدري كم مره خلصت الماب؟ لا تجلطني طبعا عشان تجربه وكذا، يعني خلص فوق 20 مره يعني، فابغى انا اللي اتحدى. خلاص بشيل التحدي حقي. يلا خلاص شوف التحدي حقي. خلاص التحدي نفس تحديك. $93 بس ترى هي في اشياء ممكن كذا بنص الماب بقول لك هذه المرحله اذا خلصتها من اول مره لك $500 عادي. ايش مشكله عادي؟ ما تشوفون عيني لاني لابس نظاره شمسيه، بس ردت فعل عيني كذا كبست. ايش في هنا؟ مسوي حركه ان معك جوال، تضغط عليه كليك يمين تحط تخطي ولا انتقال ولا منظور ولا تطلع تخطي سكيب عادي. المنظور اوه قاعد اتحرك انا. يب على بالي سبكتيت. اوكي الانتقال اوه انتقل الى ليفل. اي بس لازم تعدي الليفلات عشان تنتقل. طيب كيف اشيل المنظور؟ ضغطه ثانيه. اضغط على المنظور مره ثانيه. اوكي والله حركه جميله. بيصير يعني في تحديات على المنظور قدام. قاعد اشوف اشياء فوق. يا ساتر والله احس انه صعب. يلا خلينا نبدا. بسم الله. ديم والله تصدق الماب رهيب. ايه رهيب. يلا والله احس انه صعب صدق. شوف انا المابات اللي زي كذا ايش ذكرني؟ 2019 2020، يعني 2019 2020 شباب. والله واضح من اولها نولا بدينا عنا يعني. اوكي نسيت اني اقدر اتمسك. والله ذكور توتر. لا لا انا الحين ضمنت التحدي خلاص. شوف انا يمكن ترى قاعد اسوي حركات يوتيوب وكذا، يعني يمكن اقلب عليك فجأة عادي. نطيت على البرتقالي ما نط عليه. البرتقالي قلت يمكن حركة. والله مخي خارج صندوق ذي ما ضبطت معي. طيب كذا حلو. اي برتقالي يموتك عمي. هاي موت لو مرة يا اخي. حسسني ان اللعبة صعبة شوي. يلا دقيقة والله بغيت اموت من جد. سويها. بسم الله. اوكي والله بتطيح يا اخي. ضغط كنترول ما اسرع فجاه. قاعد يسوي اختصارات، خلنا الحق. اوكي يلا والله قاعد يسوي اختصارات يا اخي. بسم الله. لا يا اخي ليش الحق؟ انا قاعد اسوي نفس حركاته بالضبط. اوه قاعد يطلع لي ليفلات. طيب يعني 10 فوق. يب عندي. ايش عندك طريقه احسن من اللي اسويها يعني؟ والله شوف ما ادري. انت اللي مسوي الماء يعني، بروح ادور طريقه ثانيه. بسم الله يا اخي. البرتقالي ذا يوتر. اوف في دروبات خفيفة تقهر. تكفى. ايوه شوف شيك له هذا الليفل مميز. حلو هلابي النخلة. سيفين النخلة. هذا هو المكان اللي بدينا منه. حلو يعني نظامه زي اولي اوب صح؟ تقريبا بس حاط لك اللي هو الانتقال هذا التيك بوينت. اوكي وات الو. اوكي والله نطيت. والله نطيت يا اخي حرام. يا اخي مع كل نطه يجيني دروب. يجيك ولا عندي بس؟ طيب اصبر تعال في تحدي هنا. اوكي تعال عندي هذا. لو تخلصه بالفيرست بيرسون من اول مره $100. منظور الاول $100. اي يا ساتر. الو او صعب. انا ما ابغى $100 اصلا. انت قاعد تسوي بالمئة هذا بالمئة دولار؟ ابغى تبغى $100. قاعد تسوي المنظور الاول. يب خلصت بالمنظور الاول. يا ساتر كيف. الو لا على اخر واحده. لا انا بقعد العب لعب عادي لاني كذا بخلص بعد 7 سنين، ما له داعي صح؟ يب يلا منظور شيل. والله حتى ذي احس انه صعب. ربعات صغيره مره.
اوكي اتوقع انك قاعد تسوي الاختصار صح؟ انه كذا يب عادي اوكي وما في طريقة معينة حاطها كل واحد بكيف طيب هذا كيف؟ انت حظك؟ على طول تفضل ويلا يا اخي مشيت على الاحمر يا اخي ليش انا اروح اجرب ثاني؟ خلاص اوكي اللي بعده اوكي يا اخي مشيت عليه والله مشيت عليه شوي اوكي اوكي لا 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 في انه في الموضوع خلاص هذه والله الحظ عندك يعني اكمل احمر يعني ولا ايش انا ما اتوقع انك تسويها اتوقع اخضر ها كيف حالك طيب الحمد لله لا شوف شوف بعطيك طريقه غش اذا انت ذكي يعني كان سويت كذا شوف سوي كذا ما احب الغش انا مره ما احب الغش شوف توني بقول توني بقول بخلص قبلك بس والله على عدد الموتات عاد ما في موتات ما في الكاونتر ذا اي والله 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 اني ناس شايل شايل موتات انت ذاك ورا انا ما وصلت اصلا والله اكتشفت اني خلاص الباركور ولا زمانه يا عمي ايش في ايش انا شوف احس اللعب ثقيل تبي الصدق يعني واضح يا انا مع اني ما العب ميدل ايست كل شيء شغال عندي تمام انا دروب فريم مو بلاك دروب فريم حلو وصلنا الحين هذه ما تلمس الاحمر يا ساتر اوكي وهذه مثلا هذه سهله مره هات شوف ابغاك تنط من فوق الاحمر نط من فوق الاحمر كذا ايه يا اخ والله نطيت والله نطيت قسم بالله نطيت طيب شوف شوف ايش هنا ممنوع النط اوكي ما يمديك اصلا هلو على بالي ان كيبورد توني بتعذر بكيبورد خربان اوكي بس ما ضبطت اوكي مقالب مقالب شباب يوتيوب بسم الله عاد هذه لعبتي اللي زي كذا لعبتي بس والله دوخ الراس شوي يا ساتر بسم الله والله نطيت انا على بالي بيصير في مقلب في اللي قبل الاخيره كذا بس صار ما في شيء انت نطيت قدامي يلا صار عادي بسم الله بسم الله أيوه. اوكي بسم الله اخيرا اوكي هذه واضح انها نطات نروح كذا يا ساتر الو الو التوزين توزين اصبر ما ادري تو كنا اسرع يعني. كنا ويا ساتر المراكش ذا وات يا مواطني وكذا والله جامده حسيت بالانتباه وانا العب ما ادري ايش دخل يا ساتر خريطه والله رهيبه اقسم بالله رهيبه صدق نايس 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 هذا مو بنايس هذا كت طحت يا اربع حلو بالله اوكي يا ساتر ها على بالي انه اشوش اشوش والنفير اللي يتمسك ذا اشو ولا كان ميت من زمان وش دي سخيفه مره دي هذه تطيح صح يب اوكي اشوى مستوى مستوى بسم الله يا ساتر الله يا ساتر طيب هذه اتوقع نيو جنبي عشان لعبتي من يمين يسار زي كذا حلو ليش تعقد الامور وش قصدك تتمسك ايه لا ما احب اخرب اللعبه انا على ستايل 2019 اوكي يتمسك ويصير لك لاق وقعد تعذر ما احب الامور شفت؟ ناوي اسوي حركة اني اتمسك، ليتني استخرت، والله ليتني استخرت، طيب؟ سهلة ذي ما تحتاج هي سهلة بس يا اخي اللعب عندي ثقيل، والله ثقيل، بسم الله، ارجوك، ارجوك، اوه الحمد لله، وش ذي؟ غريب شكلها، اوكي اخي انا وصلت مرحلة انه كذا مرحلة ابغى احط شيء بس ما ادري ايش احط هذه كم سجارة بكسلات ما ادري شلون في okay. قدام بتشوف حاط لك ثلاجات والله يعني عادي حط اللي تبغاه يوم شفت خريطة السعودية والله انبهرت صدق والله شيء شيء جميل حبيبي يا اخي اذا تمسكت ليش على طول يطيح ارجوك اوكي الحمد لله ثاني مرة تصير لك مقالب مقالب هي واضحة اني ارقى واروح من هنا وانزل ايوه بس اني كذا مستعجل ما في وقت ما في وقت اوكي حتى ليه هنا ما يمديك تنط اوكي الحمد لله وات وش ذا فيها تريك ذي هرم اوكي هرم مو باين ان هرم من تحت شكلك مطفي الشادو والله شكلها باين الزوايا كذا انها على خفيف اوكي تكفى
جبتها. ركض مستمر ذي صح عشان اجيبها، اني حاولت اوقف ما قدرت يا عمي. ذا يا اخي اللي زي كذا يوتر يا اخي، ما اقدر اركض توتر. تذكرت سكويد جيم ما ادري ليش. لا لا تو ماتش والله تو ماتش. والله جميلة دي، هذه نفس النكتة حقت الماركة تقريبا. اوكي كنت بسوي حركة. وش الحركة؟ كنت تعطيه تحدي؟ راحت على $100. يلا نكشف. لا مو تحدي بس. لا في الكشتة. كيف الحال؟ قهوة عربية معك ولا ايش؟ وين التمر يا طيب؟ والله الرجال كشت. والله جامد جامد الفكرة. والله تكفى. ارجوك. اوف. توتر ذي توتر. محتاج ايش؟ اوكي. تكفى. سلك. الله يسلك. رحت مع اليمين يعني صار ما تستول. ولا ما له دخل. والله تحدياتك يعني جرب شوف. جرب. والله تحرياتي التي موفرها. يا اخي كل ما جيت البيضة ذي اموت. وكيف اوريهم اني نوب زيادة؟ المبوت. اوف. والله بغى يلمسني الا لحظة. اوكي. طيب اسمع هذه عليها تحدي. اوكي. اذا جبتها من اول مرة ايش يصير؟ $500. الحين تجيك كاش. شباب 500 دولار شباب. بس من اول مرة يعني لك محاولة. ابغى هنت واحد بس. تبغى هنت؟ واحد بس. تبغى الحين ولا بعدين؟ الحين هنت حق البداية. قبل ما ابدا يعني. كيف اصارحك اني ما اعرف؟ دقيقة. طيب شوف. يب صح. يلا انا كنت شاك هي برتقالية خضراء تبي الصدق. اوكي. انا احس مستحيل انك توديها لهناك لخضراء ذي اليسار. انا بروح الزرقاء. خلاص. يلا محاولة ثانية. تكفى. لا تقول لي هذيك. والله جابهم. يا ساتر. يلا لك ثنتين. تكفى. هذي كيف؟ شوف الخضرة مستحيل بعدها خضرة. لا يا خلاص. لا. ما أبغى خاطر زيادة والله خاف. خوف. والله العظيم قهر. يعني خضراء يا ساتر. والله شوف سبحان الله الأشياء اللي قاعد أقولها تركس. بالضبط تركس. أنا أقول قدام على طول. بنية خلاص. والله غبنة. خلية وبنية بسرعة. والله العظيم توقعت يا اخي المفروض $250 على التوقعات. اوكي طح. خلاص ما في. في قدام اخيرا. بسم الله. لا راحت الركضه في شوي. اتوقع انها كذا. حلو. بعدين من الجهه. يا سلام. هلا به البيبان. تكفى. لا اطيح بس هذا اهم شيء اني ما اطيح. لا كذا توترني انت. والله عادي. والله العظيم انها توتر. قايل لك انها توتر يا ابوي. والله صادق. قايل لك والله انها توتر مهما وزنت لها. اوكي جبتها. طيب الحين البرتقالي او الاصفر هذا. كنت اقول الازرق اني اذا لمسته اموت بس صار ما اموت. طيب اللي بعده. جبتها. حلو. زريات فيها نحف يا ساتر. وتنط الليفل اللي بعده يا ساتر. اتوقع انك تطيح في الاخيره. اتوقع يعني قبل الاخيره. حلو الحمد لله. كهر ما في بلوك. هذه ايزي. حلو. تدري اصلا المطرق هذه ايش تسوي؟ وش تسوي؟ شوف ولا شيء. شفافة؟ انت جاي توترني اليوم صح؟ بوكسات شحنات. اي احد ضيع له شحنة ترى الكراتين هنا. تكفى. وش هذا ويش؟ هذا حق البريد؟ حريق. والحريق ولا وش؟ فايري. ليش شكله غريب كذا؟ ما وقف شوي. اوكي. اذا شفته من هنا يبين من تحت الى فوق. تحس انه شيء غريب كذا. تحس انه تعرف حقه المويه اللي تجيك في الشوارع. يب هذه اللي تكسرها في جراند عشان تطش المويه كذا. هذه. طيب هذه اللي فوق وش هي؟ ولا هذا الليفل اللي بعده؟ وش ذا؟ يب هذا الليفل اللي بعده. الحبال. باقي احنا تونا في المويه. الو ايش صار؟ لا وذي سهله يعني. هي سهله اوكي. بس توزينها.
اوه سقيت انا في الدائرة، شو سوي يعني؟ اوكي بسم الله بسم الله. هذه ما ادري يا سره، اي والله سره. طيب هذه ايزي، هذه طير. هلو كنا ما سوت شيء، هي تدف. هي المفروض تسوي بس تدف، بس تدف جلتش كذا ما ادري شلون. لا 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 وش ذا؟ شو 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 الساعة اوه اخ خلاص يدهم لا صيد اللعبة. هلا بي سبين ذا ويل، هلا بالبيتزا جيت. هابي بالدور. الو 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 والله العظيم يا عيال ندوخ. هاي ابغالك تسبق. طيب شوف انت لازم انك بعد تلف الماوس. ليش طيرتني ليه؟ لا 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 ايوه ما لمسته. يحسب تشيك بوينت؟ لا والله ما يحسب، لازم امسك ذي. شوف انا كنت اعديها بس بطريقه ما مختلفه. اوكي يا اختي من هنا خلاص. حلو ليتني ما اختصر. 67 ليفل يا ساتر، والله رايح خسارات. ها حلو عرفت تريك حقها. عرفت عرفت اوكي. والله اني عرفتها بس ما هديتها، نطيت بعدها. ما ادري ليش صارت صعبه. انا وين رحت؟ ايوه اي بس الشاشه لفت كيف. والله حسبتني تكفى. ايوه والله الداري صار يمين. اخ تكفاخ. اوكي حلو، هذه وش؟ بيتزا براوني. حلو هذه ما اكون منها، شكلك ماكل وانت قاعد تسوي الماب صح؟ فرايز حركات. ايش اسوي عاد؟ لا 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 ما توقعتها كذا يا طبيسه. هذه يبغى لها توزين شوي. اوكي والله ما تكملي بكم ثانيتين ترى ما هي ثابته. ها في طحت. طيب في حركه في حركه. ايوه قاعد تسوي زي وين اللي ما يحب الغش؟ هذا مو بغش، هذا فكر. فكر خارج الصندوق. هذا الصندوق. يا صندوق. والله العظيم اني ذكي. بسم الله شكلنا بعد بديو خارج الصندوق. تكفى يا ساتر جبتها 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 الحمد لله. طيب هذه انا كيف جبتها؟ وات والله ذي تذبح على طول. توقع زي ذيك تدفك شيء. هذا على طول تذبح. لا ليش ليش استعجال ليش؟ يا اخي نشبت في ذي ولا كنت بوصل لها؟ المفروض انه بعد ما تروح لازم الحقها ولا؟ يب. يا ساتر كفو. والله العظيم ذي احس انها صعبه صدق. طيب هذه لازم ترجع. ايوه دخلت فيها. يا ساتر جبتها جبتها جبتها. تكفى الله ليت في تحدي $500. ليت في تحدي. طب من قهر يمديك تختصر على طول. ايه ايه هلا والله. ايش نطيت نطيت ما ادري والله ما ادري. هذه لازم تركض، مستحيل تسويها بدون ركض. اوكي كني عرفت لها بس بالله. والله جبتها. اوكي الاخيره الحمد لله الحمد لله الحمد لله. اللي بعده وش ذي؟ مايله ذي والله مايله، بس ما يبغى لها ركض. هي قاعد اركض. يب يب هلا راح لا تستعجل. اوكي لا 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 شوف هذه المدخنه. اوكي وقف عليها، اضغط بالجوال. اوكي سوي الانتقال الى سوي. اوكي اوكي الو وديتني صفر. انت وينك؟ يلا تعال. ليش وديتني صفر؟ طيب كم 76؟ كل شيء من جديد. ها يب يب راح 76. ضغطتني والله. حركه حلوه انه ما يمديك تتعدى الليفل اللي انت وصلت له. يب اوه دين قاعد احاول اغش واوصل 80 بس ما ضبطت. بس والله يعني للحين الليفل اللي احس انه صعب الليفل هذه الحمراء اللي قبل شوي اللي تدف اللي تحت، هذا اصعب شيء تقريبا. في اصعب بعد. والله رهيبه ذي. كيف انا سقعت في الاخير ما ادري. ايوه كفو. يا ساتر والله رهيبه. اخ تكفى. طيب هذه على هذه حلو. لا وصلنا وصلنا. في اتزان وفيه بدينا نرجع شو اسمه حيويه المابات. حيويه هي الزبده البراكتس.
ما ادري احترافيه ممارسه الله تكفى اخ والله ذي صغيره مره يا اخي حبه حبه اوكي حبه حبه بسم الله نقربها مره الله ياخذ بيسك والله سبقتها طيب ننط من هنا حلو جبتها اللي بعده تكفى الحمد لله كفو طيب هذه وهذه لا والله نطعت تكفى اوه جبتها الحمد لله طيب هذه غالبا برتقالي نفس الشيء ما تلمسه حلو تكفى اوه بات قدامي فضيحه فضيحه يا الحين رجعنا للأولد سكول حقت فور اوكي فخور بس هذه كذا يعني ايزي كيف حركاتي انا للحين حافظ ما ديك يعني في ممارسه بعد الممارسه يرجع الذاكره زي ما كانت واحسن ان شاء الله طيب اوكي ازرق هذا عادي ليش تنقص والله ما ادري اوه انا بالي انك بتسوي حركه ان هذه ما تموتك تتمسك فيها وهنا طيحه عندي لو سويتها بتكون جامده الله اعطيتني فكره هذه كيف هذه تدور في مسارين اوكي زي كذا طحت زحلقتني ذيك ايزي 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 مستوى مستوى قيمك 2/10 يا ساتر طيب اصبر وقف لي شوف الماب من فوق شوف كيف ده هنا بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا بعدين دوره ثاني ثالث والله شكل الماب من فوق جميل اوكي ايوه شكلها طيب اهم شيء اخذتها زي بالضبط اوكي طيب باقي الحين 7 ليفلات حلو حاطه تحدي بسرعه هذه اذا عديتها من اول مره لك $1,000 $1,000 تجيك بحسابك اليوم والله العظيم راح تجيك انا بعرق واذا سويتها وتقول لي يا كنت امزح لا ما عليك يجيك دليل بالمقطع بعد تصور لهم اوكي سمي لا شوف انا بسالك الحين انا على طول بيزحلقني صح يب اوكي طيب بيسووها لا والله على بالي بيكمل نطه $50 طيب هلا $50 $50 يلا اوكي روح 500 نصه يعني 200 200 افضل من انه نطلع بدون ولا شيء ايوه يعني بغى تعاي من عيال ابن الذين بسم الله ايوه سويها ولا لا سويها ولا والله لا والله صعب والله صعب والله صعبه 100 مره يلا $100 لازم نطلع بشيء يا شباب نفوز الماب و 193 دولار يا ساتر هذه والله نطيت بس قعدت فيها يلا شوي يلا اوكي قاعد تهدي صدتك 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 قاعد تهدي انا ما ادري انه في شيء اسمه يهدي انا الو ايش قاعد تسوي قلبت المكان من قدام لورا انا ليش ما هديت من قبل ما ادري اوكي الحين اخر محاوله ايوه اوكي يو كان دو ذس كفو اخر محاوله يلا ادعس جبتها كفو يا ساتر من اخر محاوله اعوذ بالله وش ذا الو هذه لازم اهدي بعد صح يعني لا طيب هذه جبت قبل شويه انا 3 تقريبا اوكي جبتها ما خذيتها قطع من القهر لا حرام اقسم بالله قهر شوف اخر محاوله ما ضلت سكيب والله العظيم انا جبتها خلاص يا اخي بس ما خذيت ذا يب صادق والله ايوه اوف دايم كذا من اخر محاوله يجيبها ما المدارك قلت اخر محاوله على $1000 لا 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 تنزل على طول الو كيف جبت هذه على الطرف يلا روح بعدها قلت بتسرع لا تفكروا غاد صندوق يا شباب كثير
ما هي مشكلة. ها كل تشات فورتنايت يا با سهلة بطيئة يعني ما غريب بس قاعد يدخلني في الطبق. شوف اوكي لازم اوقف في النص بالضبط. اوكي ارجوك ارجوك ابغى هذا بس ابغى هذا. الحمد لله يا رب الحمد لله. طيب هذا يذبح صدق ولا مشكله؟ شكله يذبح. جرب شوف ما يمزح ما يطق على طول ديد. حافظ المال حافظه. نسيت اللي وراي نسيت اللي وراي. اوف خفت والله خفت والله خفت اقسم بالله خفت جاني رعب كذا. بسم الله عليك. طيب ليش حاط شاكوش ما تبغى خاف ترى السكيب لازم تدفع 100 ما هي كثير يا رجال. شفتها ايوه شو داري سكبت سكبت كان قلت اني بسكب من زمان. ايش ذا اوكي هذا اضغط ايه بس كذا ايوه اوكي. الو وين رحت انا؟ شوف وات شلتك هناك انت ما ادري طيحنا عليها. نسيت اضغط اي اوكي على بالي يوصلني على طول. ايوه جبتها اوكي حلو كلها سالفه اي يعني لا هي مشكله. طيب هذه اوكي اهم شيء خذينا الليفل هذا الليفل الاخير. كيف الليفل الاخير ذا؟ باركور يا ساتر. لا لا مستحيل ما هو قاعد يوصلني. طيب ها دقيقة بجيك. اوكي وصلني الحين هنا قربت. لا في 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 إنا في إنا في الموضوع والله كنا قربت. يا ويلك لاخذ منك الألف دولار ذي اقل ليفل هذا. هذه انا اشوفك ماسك الجوال قاعد تسوي مخالب صح؟ لا ها يلا خليت اوكي. اوه فيكتور رويال هلا بي. روح عند هلا بي. حركات ديم اوكي. نجي هنا نسوي كذا وان في مش في مشيه كذا حقت هذا. لا لا اصبر هجت هجت شوي اوكي كذا نحتفل شباب. ناخذ لك صوره مع اللون الاخضر. ايوه 1/10 كذا كذا تمرجح تمرجحوا يعني تمنيت ان افوز يعني بألف دولار كذا حركات سجلت اني خلص الماب قبلي ما خذيت لا ألف دولار ولا 500 دولار ولا 200 دولار ولا 100 دولار ولا دولار دولار واحد ما خذيت. عواف الجيات اكثر ان شاء الله. الحمد لله انا التحدي ما كان من طرفي لاني كذا بخسر 100%. عموما يعطيكم العافيه جميعا على المشاهده. شكرا عز على الماب الجميل. اللي يبغى يجربه الكود عندكم في الشاشه تحت اليسار او تنزلون في الديسكربشن راح تلقون الكود وتلقون قناه عزه. يعطيك العافيه عزه ما قصرت. الله يعافيك تسلم وبس اشوفكم على خير. سلام.